هدم المنازل سياسة قديمة بدأت فصولها منذ احتلال فلسطين كأحد أشكال العنف الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. مزيد من التفاصيل مع نبال فرسخ. حنون حسين، ما بحب أبكي أو أزعل، وإذا مرينا بظروف إشي صبرني. فوتوا على الدار مع أنه طلعته خفيفة في الليل، فوتوا على الدار والله الله يرضى عليه. فوتوا لمعت عينيه هيك حلوين عينيه، بتذكر حتى بقول بطلع على المرأة بقولي ماما، قال بقولي اصحابي بشبهك كثير، قلت له اه فيش فيها شيء حلو بك، قال مبسوط اني بشبهك. نظاراته وعينيه الخضر، ضحكته حسين، حلقه شعره كثير حسين مرتب، لما يحلق لما يقعد على المرايه يطول، بحب يحط العطر، كان العطر الحلو، شعره دائما مرتب. يعني بتذكر لما اخر يوم شفناه بوته كان يدوي ضوي. تلك خزانة ملابس الشهيد الطفل حسين أبو غوش ابن 17 عاماً، علق عليها صور الشهداء وكتب أسماء جميع شهداء المخيم على المرآة وخط اسمه بينهم، وكذلك الحال كانت حيطان درج المنزل. تأثر حسين باستشهاد صديقه ليث واعتقال صديقه الآخر، فكان على موعد مع عملية استشهادية أواخر الشهر الماضي، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال لتسليم العائلة قراراً بهدم منزل الشهيد الكائن في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، قرار لم يكسر من عزيمتهم، لكن ما تتخوف منه العائلة هو الضرر الذي سيلحق بأقاربهم وجيرانهم، فالمنزل في وسط عمارة ومحاط بالبيوت من كافة الجهات. عشان عمليات الاستشهاديين يمنعوا أي حدا فينا يفكر يعمل عملية استشهادية، هيك هم بدهم. أنا بلاحظ أنه بزيد بيستنفروا أكتر أولادنا، يعني بيهتموش. تنصدقي أولادنا ما حدش علمهم، ما حدا قال لهم روح سووا يعني، أو احمل حجر احمل سكين إشي، لا أولادنا لحالهم انولدوا وعاشوا في وضع أنه في احتلال وأنه لازم يدافعوا عن وطنهم. بدهم يهدوا الدار يهدوها، يأخذوا المال يأخذوا، صراحة الغالي للأسف على الرخيص. الدار ليست أغلى من الولد، هكذا رد والدا الشهيد عيسى عساف من مخيم قلنديا على إخطار الهدم لمنزل العمر الذي بناه الأب بشقاء 30 عاما ليهدم ويتشرد أفراد العائلة في بيوت للإيجار. عيسى راح سوى عملية باب الخليل وأجانا أمر هدم، والبيت فيه بسكن 32 واحد، أنا وأولادي 4 متجوزين، وعندي الجيران في حوالي مش أكل من 120 واحد بنهدورهم. إذا هو أخذوا بلادنا، أخذوا حياتنا، أخذوا كل شيء، يعني مش هالكدني كالكنين يعني يهدوا. الآن كنا احنا كل غراض من الدار، نظفنا الدار، يعني مستنى فيهم كل ساعة يجي يهدم الدار. ما بنعرف بدنا نسوي أي ساعة أي يوم، نعرفش. 24 منزلا هدمتها سلطات الاحتلال لأسباب انتقامية منذ بدء انتفاضة القدس، فيما عشرات المنازل على قائمة الهدم الإسرائيلية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يسعى الاحتلال من خلالها لردع الفلسطينيين عن المقاومة، مستندا لقانون عفى عليه الزمن وشرب، قانون الطوارئ البريطاني لعام 45 الذي ينص على الهدم والمصادرة، أي أنه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله. من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.